عقب انتهاء جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنضمنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. كابتن سيد، طبعا جمهور النادي الأهلي في البداية حابب يسمع طبعا الجلسة وأبرز الكواليس اللي دارت في جلسة الكابتن محمود الخطيب من خلالك كمدير كرة للنادي الأهلي. يعني هو طبعا قبل ما تتكلم في تفاصيل قعدة أو لقاء ما بين الكرة وبعضها، سواء كان كابتن محمود الخطيب أو الجهاز الفني واللعيبة، أنت يعني بتقول للكيان قبل ما بتقول لأي حد تاني. طبعا يعني ده حدث صعب جدا، يمكن بتعتذر ليه بشكل كبير جدا كمسؤول فيه وواحد متواجد في المنظومة في الوقت الحالي، بتعتذر كمان للجماهير، بتعتذر كمان لكل من له صلة بالنادي الأهلي. يمكن الحرقة مش جاية ان انت بتخسر مباراة، وارد جدا في الكرة ان انت تخسر مباراة، لكن أنا بتكلم على مكانة وقيمة النادي الأهلي. عشان الحدث مش سهل ومش عادي، يعني يمكن كابتن محمود الخطيب كان قاعد مع الأستاذ خالد الدرمدالي امبارح كرئيس للبعثة، وقعد معايا وقعد مع مستر مارتن. بنقدر كمان يعني غضب كابتن محمود الخطيب وغضب كل جماهير النادي الأهلي وكل منظومة النادي الأهلي. حتى اللقاء النهارده كان لقاء، يعني مش عايز اقول لقاء ما بين كابتن محمود الخطيب او احنا كجهاز فني واللعيبه، كان لقاء وضع طبيعي جدا انه يكون بالشكل ده ويكون بكميه الغضب اللي موجوده ديت، لان انت في الاول والاخر ما بتمثلش نفسك، انت بتمثل تاريخ كبير جدا جدا جدا، فالموضوع ما بيبقاش تفكير شخصي، ما بيبقاش حسابات شخصية قد ما هي حسابات تاريخية مرتبطة بمكانة وقيمة النادي الأهلي. كان الكلام ممكن يبقى صعب جدا، لكن في النهاية كان لازم يتقال، لأن هو كان مهم جدا أن هو يوصل للعيبة وللجهاز. يعني ما بنقفش نفسنا خالص من المسؤولية إطلاقا، يعني لا احنا كجهاز ولا كلعيبة. عشان كده حتى لما جينا نتكلم على اي حاجة خاصة في الامور يعني نتيجة المباراة، دخلنا نفسنا فيها كجهاز فني وكجهاز اداري، زي ما بيبقى فيه يعني مليار في المية في خطأ حصل. الخطأ ده مش في اللعيبة بس، مليار في المية ممكن يكون مني انا شخصيا، من حد في الجهاز عشان يوصل للشكل ده. عشان كده ما تعفيش نفسك من المسؤولية، بتغرم نفسك، تمام؟ وده حصل النهاردة، يعني الواحد خد قرار كل من له صلة بالموضوع لازم هيبقى فيه يعني غرامة، وغرامة كبيرة جدا، زي ما بيبقى أو زي ما كان الحدث غير مسبوق وصعب جدا، كمان العقوبات هي غير مسبوقة. يعني كمان نقطة مهمة وجزء اللعيبة كابتن سيد بعد المباراة دي، يعني حابين برضو الجمهور يطمن، أنا عارف إن الفترة اللي جاية هتبقى فيها شغل كبير جدا، لكن الجهاز قال إيه اللعيبة بعد المباراة؟ مع كل اللي حصل ده يعني إحنا قادرين إن شاء الله الرحمن على العودة، ما بتكلمش على مباراة صن داونز بس، بتكلم حتى على الدوري وعلى الكاس. المباراة صعبة والحدث صعب، لكن في نفس الوقت ما عندكش حل غير إن أنت تشتغل، لازم نشتغل، لازم يبقى عندنا يعني فهم وعقل إصرار على اللي جاي، لازم هنشتغل. يعني عندك حاجة ألماك وحرقاك ووجعاك بشكل كبير جدا اللي هي مباراة صن داونز، لكن في نفس الوقت لازم تشتغل. يعني مباراة المقصة، كيف سيعد الجهاز الفني مع الكابتن سيد إعداد نفسي قبل الإعداد الفني لهذه المباراة؟ خلاص أنت عندك مباراة بعد بكرة مع فريق مصر المقصة، وهتخش المعسكر بكرة، السكات أو الحزن في القلب، لكن أنا عايز إصرار وعايز عزيمة تترجمها الملعب أو يترجمها في الملعب. يعني اللي جواك خلاص خليه جواك، لكن ده يديك عزيمة وإصرار أكتر، يديك مردود أكتر في الملعب. يعني ممكن نكون امبارح ما تقدرش تعوضه، ممكن يكون اللي فات ما تقدرش تعوضه، لكن اللي جاي في ايديك لسه. الجمهور وان شاء الله يبقى متواجد بشكل كبير في مباراه سان داونز، دور الجمهور والمسانده المطلوبه من جمهور النادي الاهلي يا كابتن سيد؟ زي ما يعني اعتذرت للجمهور كجمهور النادي الاهلي والكيان النادي الاهلي، لكن كمان انا متاكد من مساندتهم لينا، مساندتهم لينا، متاكد من مساندتهم للفرقه. عارف كويس قوي ان دور الجمهور اهم دور في الادوار اللي جايه كلها، تواجده واصراره وعزيمته ومساندته، متاكد ان هو هيكون موجود معانا، وعارف كويس قوي ان هو ما بيبخلش بده، بل بالعكس كمان مع كل اللي انت شايفه ده يعني الناس عندها ثقة كبيرة جدا، ومع كل اللي انت شايفه ده يعني الناس مساندة ومؤازرة بشكل كبير جدا، ومتأكدة من فرقتها، ومتأكدة ان هي ان شاء الرحمن
هتوصل للي هي عايزاه باذن الله. لكن انا مستنيهم سواء كان في مباراه مصر المقاصه ان شاء الرحمن في العدد المسموح للتواجد، او مستنيهم في مباراه صن داونز باذن الله. اخيرا المسانده الدائمه والداعمه والمستمره من كابتن محمود الخطيب كواحد من ابناء نادي الاهلي، يا كابتن سيد بتشوف هذه المسانده ازاي؟ الحقيقه عايز اقول يعني يمكن يعني تدعيمات حتى في شهر يناير، توفير مناخ طيب جدا للجهاز الفني واللعيبه. احنا كنا ماشيين بمنحنى حلو جدا 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 يعني، لكن جت في مباراه صن داونز الوضع كان مش طبيعي خالص، مش طبيعي، يوم مش طبيعي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لكن كابتن محمود الخطيب بغضبه اللي كان ساير عليه النهارده او امبارح، لكن في نفس الوقت كان في يعني توفير مناخ وتوفير عوامل تسند الفرقه من كل الاتجاهات، سواء كانت تدعيمات او توفير حتى في سبل الراحه، سواء كانت طياره خاصه او اقامه او اي تسهيلات يعني. فالامر بالنسبه للاداره اعتقد ان هو كان ماشي بشكل رائع جدا جدا يعني. الاجتماع اللي دار بين الجهاز الفني ومع كابتن محمود خطيب برضه حابين نسمع كواليسه، انا عارف اجتماع مع اللعيبه والجهاز لكن مع الجهاز بشكل خاص يا كابتن. انا قلت لك في البدايه ان احنا مقدرين غضب كابتن محمود الخطيب او يعني كلامه سواء كان مع الجهاز او مع اللعيبه، لان في النهايه انت بتحمل اسم نادي كبير جدا يعني، انت بتتكلم على لعيب بتكلمه ان انت ما بتشتغلش لوحدك، انت ما بتشتغلش فردي، انت بتشتغل في نجاحات فرديه لكن وراك ملايين الملايين داخل مصر وخارج مصر من مؤازراك ومسنداك، معاك ناس كتير جدا بتبقى بتستنى ال 90 دقيقه اللي انت بتلعبها يعني، فانت ما بالك بواحد بيمثل المنظومه او رئيس المنظومه يعني. سيبك التمرين، لكن ملعب المباراه برج العرب ولا استاد السويس؟ والله بقى انا يعني مش عايز اقول ما بقتش فرقه بالنسبه لي، انا اي حاجه هلعب ان شاء الله تكون حتى في قدام البيت هلعب، يعني الدوافع تكون موجوده والاصرار يكون موجوده، في عوامل بتساعدك على النجاح صحيح، لكن في النهايه في يعني واقع هتتعامل معاه بقى بإرادتك وقلبك يعني.